ولكن أنتما تتكلماني دائما كيف أبدأ هذه القصة؟ صحيح، أنا أستعد جدا لأسمع هذه القصة. طيب، تفضل. في الليل في كيكينسي أنا أذهب إلى مطعم ملاهي الماء. فجأة تصوم رائعة لذيذة من مدفع، ولكن لا يوجد الإنسان في هناك. ثم أذهب إلى هناك، بعد ذلك أشاهد شيئا أسود أكبر مني. لماذا تقف؟ استمر يا ذكي، نحن نريد أن نرى مثل بها. أنا عسي، أنا أنسى. لا الآن نحن نكتب هذا القصة بسبب يوم الأطلع القادمة. هيا نذهب إلى أين يا فارا؟ في رؤية. هيا نذهب إلى بيتي لأن الرجلين سيقيماني التهليل بجدي وجدتي. لا أنا أسيب إذن، أنا أريد أيضا لأذهب إلى بيتك، ولكن في هذا الأسبوع سأذهب إلى لندن باريس مع أسرتي. سبحان الله يا زكي. إذن نذهب إلى بيتك إلى زكي. لا بأس، لا بأس. لماذا فجأة تكيف السيارة؟
هل يمكنك أن تثق بإطمئناني؟ لو سمحت أشعر بأن السرمة بالناس. هل شهدت الناس في الأمام؟ لا. هيا نخرج وننظر إليه. هيا هيا هيا. أنا أقصده أنا أقصده. ماذا سنعمل الآن؟ هيا نحمل الرجل إلى بيتي. سأله الوالدين لينظروا هذا الرجال. لماذا صرختم الآن؟ أمرض الآن. هيا نذهب إلى مستشفى بسرعة بسرعة. الإنسان. هيا نذهب إلى المستشفى. هيا هيا هيا. Dua, tiga. Jaya, gelap. Pasal aku cakap. Berarti kita keluar. Tak ada. Satu je. Dia kata kat Naino. Okay. Demo lah. Mek, uskut. Pasal berlaku ni terlupa. Dah belum? Tadi lupa pula. Sekejap. Ni. Syukur ya sahabat. Syukur ya sahabat. Tapi kamu. Bisa. Oh. Mana yang belakang ni? Kau? Ada yang? Oh, boh. Bukan tak orang bawa kereta. Dengar plastik. Weh, tepi sikit kat. Agak aku dengan orang tu yang. Ha? Main tepi sikit.